من الأعزاء عبر راديو زارة العرب، أحييكم هنا المنوفية. هنا المنوفية منتخب جامعة المنوفية للإنشاد الديني والترانيم يفوز بالمركز الأول في مسابقة إبداع 8، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتعتبر من أكبر مسابقات في الوطن العربي، والتي أقيمت في الإسكندرية. طبعا الأستاذ دكتور عادل مبارك وجه التهنئة لأولاد وشباب جامعة وطلاب جامعة المنوفية المشاركين في هذا المحفل الجميل. الأستاذ الدكتور محمد شاهين مدير عام إدارة رعاية الشباب جامعة المنوفية وإدارة النشاط الفني بجامعة المنوفية، كلمنا عن هذه المشاركة في هذا المحفل الجميل والفوز بالمركز الأول في مسابقة إبداع 8. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بتوجه بالتهنئة لكل منسوبي جامعة المنوفية ومعالي الأستاذ الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور نانسي يوسف أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والطلاب المبدعين أعضاء منتخب جامعة المنوفية للإنشاد الديني والترانيم، والمنشد المدرب المبدع أحمد العمري مدرب منتخب الجامعة ومنشد دار الأوبرا المصرية، وكافة زملائي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وكافة زملائي بإدارة النشاط الفني لرفعهم شعار التميز للعام الثامن على التوالي. المسابقة بدايتها كانت من شهر أكتوبر 2019، تم إعداد منتخب جامعة المنوفية للإنشاد الديني والترانيم عن طريق مراكز التدريب المتخصصة اللي بتلقى دعم كبير، سواء أنشطة فنية وخلافها، وتحديدا الإنشاد الديني اللي بنتكلم عنه، من معالي الأستاذ دكتور عادل مبارك ومعالي الأستاذ دكتور نانسي يوسف أسعد. تم إعداد الطلاب إعداد جيد وتدريبهم في مراكز التدريب المتخصصة، وتمت مشاركة وتمت التصفية، وتم انتقاء واختيار أفضل 11 عنصر لتمثيل الجامعة على مستوى الجمهورية. طبعا في مرحلة أولية يا فندم اللي هي المرحلة التمهيدية، التحكيم الأولي، يعني احنا بيبقى فيه تحكيم أولي وبيبقى فيه لجنة مشاهدة بتقول الفريق يجاز للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ولا لا. الحمد لله وفقنا في المرحلة الأولية، الحمد لله. كان يوم 28/2/2019 التقييم النهائي لمنتخب الجامعة، وبفضل الله وتوفيقه يعني زي ما بنقول كده كان الجواب باين من عنوانه. كانت لجنة التحكيم برئاسة المنشد محمود ياسين التهامي، والحمد لله أدوا الأولاد أداء رائع وجميل، وتوج اليوم الأربعاء الموافق 15/4 بإعلان النتيجة وفوز منتخب جامعة المنوفية للإنشاد الديني والترانيم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية. وده نتاج جهد وإعداد وتخطيط من إدارة متخصصة فنيين، وبالإضافة لكل ده الدعم اللامحدود من قيادات الجامعة العليا. فبتوجه بخالص الشكر والتقدير وخالص التهاني لكافة زملائي بجامعة المنوفية والطلاب المبدعين يا فندم. نقول الجامعات التي شاركت في هذا المحفل دكتور محمد. شارك يا فندم على مستوى الجامعات أكثر من 40 جامعة حكومية وخاصة وأكاديميات يا فندم. يعني احنا بفضل الله أخدين المركز على مستوى يعني 40 جامعة. حاجة جميلة جدا. جامعة المنوفية في الصدارة دائما دكتور محمد، يعني ما يدل على أن هناك حب وتلاحم بينكم وبين رئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة وكل من هو متواجد في جامعة المنوفية، بتحرصوا دائما على أن الجامعة تكون في الصدارة. الحمد لله يا فندم. طبعا ده الحمد لله معالي الوزير كان طبعا، وده الحمد لله كان رئيس القطاع بتاعنا السابق، كان نائب التعليم والطلاب، وكان دعمه لا محدود في النيابة برضو، هو في رئاسة الجامعة ما فيش أي نشاط طلاب، هو الأستاذة الدكتورة نانسي طبعا هي نائب التعليم والطلاب، إلا ما بنوفر له كل شيء حتى من موارد ذاتية من برا الصندوق. يعني الحمد لله مستهدف تنفيذ أنشطة الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة المنوفية
حتى هذه اللحظة يا فندم حتى 11-3 أو 12-3 الحمد لله الحمد لله تنفيذ الخطة مستهدفة 100%. ده بفضل الحمد لله لله توفيق من عند الله سبحانه وتعالى والدعم اللامحدود لقيادات الجامعة العليا يا فندم لكافة أنشطة الإدارة في رعاية الشباب والنشاط الفني خاصة، لأن النشاط الفني الحمد لله الحمد لله كما عود بفضل الله جامعة المنوفية للعام الثامن على التوالي بيرفع شعار الثامن على التوالي بيرفع شعار التميز إبداع 8 يا فندم من إبداع 1 حتى هذه اللحظة 8 سنوات بيحقق منتخبات جامعة المنوفية الفنية مراكز أول تاني تالت جمهورية. دكتور محمد، يعني حاجة جميلة جدا لحصولكم على هذا التفوق على مدى 8 سنوات، ونقول هذه المسابقة أكبر مسابقة في الوطن العربي. هل هناك مشاركة يعني خارج نطاق الجامعات المصرية والمشاركة في للجامعات العربية؟ لا، طب هي كانت سعادتك يا فندم لحد إبداع 5 أو 4 كانت شارقة، اللي هي دولة الإمارات الشقيقة العربية كانت بتدعمها وكان في بروتوكول. بعد كده يا فندم هي على مستوى من 6-7-8 أو 5-6-7-8 على مستوى جامعات مصر مش الحكومية يا فندم، الخاصة كمان والأكاديميات يا فندم، الأكاديميات يعني. طبعا تمام سعد. دكتور محمد بقى، يعني هذا الجمال وهذا الفوز بالمركز الأول على مدى 8 سنوات في مسابقة إبداع، يعني انتوا تحرصوا دايما على انكم دايما في المقدمه. الحمد لله طبعا. وهذا الجهد يعني في تكريم بقى ان شاء الله في خلال الشهر يعني ابريل الجاري لهؤلاء الطلاب من قبل رئيس الجامعه. انا كنت في اتصال تليفوني عقب اعلان النتيجه مباشره مع معالي الوزير الأستاذ الدكتور عادل مبارك والدكتورة نانسي، بيهنوا معالي الوزير فرحان جدا وبيهني ولادنا وعنده شغف رهيب هو والمعالي النائب لتكريم الطلاب ومقابلتهم كما عودوا الجامعة. يعني دي عادة معالي الرئيس ومعالي النائب، أي طالب بيحصل على مركز سواء فردي أو جماعي منتخب نشاط بيتم تكريمه على الفور سعادتك، وإن شاء الله إحنا بنعد بإذن الله لتكريم منتخب الجامعة. غير التكريم من الوزارة طبعا هيبقى فيه تكريم من الجامعة من معالي الأستاذ الدكتور عادل مبارك خلال هذا الشهر، يعني قبل رمضان. قبل رمضان ولا بعد رمضان؟ لا، معالي الوزير قال لي على طول، يعني على طول يعني قبل رمضان يعني ان شاء الله هيكرم دولك باذن الله. الاستاذ الدكتور محمد شاهين مدير عام اداره رعايه الشباب جامعه المنوفيه واداره النشاط الفني، بنشكر حضرتك عبر راديو زاره العرب هنا المنوفيه، تحياتي لك ولكل العاملين مع حضرتك، ومن نجاح الى نجاح دكتور محمد. تحياتي لحضرتك يا محمد بيه، وقبل ان اختم بستاذن حضرتك لمده ثواني، يعني احنا بتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، وبنحيي رجال الشرطة المخلصين على وقوفهم بجانب الدولة وضحرهم للإرهاب، وربنا يوفقنا جميعا وربنا يكرمنا، وفي النهاية بقول ربنا يوفق الجميع وينصرنا يا رب، اللهم آمين. البقاء لله لكل الشهيد ولكل الشهداء. مصر جميلة دكتور محمد، وحفظها الله وحفظ الوطن العربي وكل مصر على أرض الكنانة مصر. حفظ الله مصر والمصريين تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنا المنوفية، راديو زهرة العرب، تحياتي محمد سعد الإعداد والتقديم. تفضل يا حمد.